مشاهدي ومتابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء. كيف كتابعوا معنا وكيف تابعتوا الجريمة اللي هزت اليوم مدينة المحمدية مدينة الزهور، من بعد ما أقدم واحد الشاب متهور على مهاجمة واحد الأسرة بأكملها، أصاب الأم والأب وطعن البنت طعنات قاتلة. في هذه الأثناء كيتم النقل ديال الأب وهو في حالة حرجة إلى المستشفى، من بعد ما جاء المستشفى ديال ابن رشد تلقى العلاجات الضرورية غادي يتم النقل ديالو الى مستشفى 20 رشد لانه مصاب اصابات خطيرة على مستوى الدماغ. كيف مدينة المحمدية اليوم اهتزت على قبل واحد جريمة نكرة ديال واحد الشاب اللي قام بطعن أو الهجوم على أسرة بأكملها، طعن الأب والأم، طعنت كانت خطيرة أدت إلى وفاة البنت، ونقل الأب كما كتشوفوا في هذه الأثناء كيتم النقل ديالو إلى مستشفى 20 رشد نظرا للإصابات الخطيرة اللي تلقاها على مستوى الوجه والدماغ. الأسباب ديال هذا الهجوم الوحشي هذه الجريمة لحد الساعة لا زالت مجهولة، كاين تناقض وكاين تناقض في الأقوال. كاين اللي كيقول بأن السبب هو أن هذا الشخص كان كيرغب في الزواج من هذا الشابة ورفضت أنها تزوج به، كاين آراء أخرى كتقول بأن هذا الشاب مجرد مجرم هاجم هاد العائلة من أجل السرقة، ولما قاموا اعتدى عليهم بالضرب والجرح الخطيرين، إنما اللي مؤكد منه هو أن الشابة توفيت والأم والأب ديالها في حالة خطيرة، والأب هو هذا اللي كيتم النقل ديالو في هاد الأثناء كيف كتابعوا مباشرة على قناة شوف تي في إلى المستشفى، مستشفى 20 رشد بمدينة الدار البيضاء. تشاهدوا مباشرة لحظة، تشوفوا لحظة إنزال الأب ودخوله إلى المستشفى. نتمنى له الشفاء العاجل، الله يرحم هذيك الشابة.
اللي تشوفات اليوم بمدينة المحمدية. الله يصبر الأهل والأحباب وكل اللي كيعرف هاد الناس هادو. أنا هذا هو الأب في تشوفو حتى الملابس ديالو ممزقة. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.